بتاني فقراتنا لليوم رح نروح لنحكي عن الحرف السورية التقليدية اليدوية، واليوم رح نخص الفسيفساء الحجري يلي بيكون مشغول بطاقة كتير حلوة من الحب. هو من أقدم فنون خلينا نقول بالعصور القديمة، وما في تاريخ اليوم يثبت نشأة هذا الفن. اليوم ضيفتنا جدا مميزة، يعني هاي الحرفة بتحسي بنشعر فيها أنه هي للرجال أكثر، ولكن السيدة المعنى هي الأنثى الوحيدة حاليا يلي بيشتغل فيها في سوريا. تماما يا رشا، واليوم هي الحرفة بتتطلب كثير من التميز والإبداع، وبيستخدم فيها مواد متنوعة مثل الحجارة والزجاج وأيضا المعادن. اليوم رح نتعرف أكثر على هي الحرفة مع ضيفتنا لليوم السيدة وفاء حسان، حرفية في صناعة الفسيفساء الحجري التراثي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. كيفك ست وفاء؟ أهلا وسهلا. يعني اليوم شو هالتميز الجميل عند حضرتك؟ يعني أنثى بمهنة تحتاج كثير من الجهد ومن التعب، يعني مثل ما قلتي لي احيانا ايديكي بيخشبوا من كثر الشغل. خلينا بدايه نحكي عن هذا الفن الجميل بشكل عام، شو هي هي الحرفه وهل لها انواع؟ هلا هي حرفه الفسيفساء الحجري، هلا اهم شيء انها تكون حرفه، هي حرفه تراثيه سوريه قديمه جدا من عهد السومريين والرومان لحتى وصلت حضارتها للبيزنطيه. هلا هي انشغلت بايادي سوريه، هي حرفة تراثية سورية بحتة. طبعا مثل ما قلتي هي بدها جهد وبدها صبر وبدها يعني تمام. هلا انشغلت بايادي سورية، الرجال كانت تشتغلها، ما كان عندنا هالحداثة بالقص تبع الاقلام اللي هي موجودة اللي احنا عم نساويها. كانوا يجيبوا مثلا قطعة الحجر مثل ما هي، نعم، يقصوها على طريقة المطرقة والسنبق، عبارة عن خشبة مدورة وعليها مادة حادة، ويكسروا الحجر ويصفوه على اساسها اللوحه تمام. مثل ما هي مرسومه ومنفذه عندهم. تمام. اذا بدنا نروح ونحكي شوي عن انواع، اكيد لها كثير انواع وكثير مواد بتستخدموا فيها، خلينا نحكي عنها. هلا كفسيفساء في فسيفساء زجاجي وفسيفساء حجري. فسيفساء الحجري اللي انتم شايفينه قدامكم، فسيفساء الزجاجي بيختلف عنه كتنفيذ وكروح بال هدول. تمام. هلا في البيزنطي، هلا في عندنا اسلوب البيزنطي، في عندنا اسلوب الروماني، في عندنا الاسلوب الدمشقي، في عندنا كثير اساليب للفسيفساء، فحسب بقى رغبه الزبون. يعني بيجيني احيانا زبون بده لوحه مثلا بالاسلوب الروماني، بدي انفذها اجباري لنفس الاسلوب اللي هو بده اياه. الاسلوب البيزنطي كمان بتكون الحد تبع التوب والتطعيجات تبع التوب بتكون حاده جدا، وبالنسبه للالوان هون نضطر نحن ندخل الوان صارخه للالوان البيزنطيه، لانه وقت اللي هن دخلوا الفسيفساء دخلوا الوان الزجاج الصارخه الضايجه اللي هي صور الفسيفساء مثل ما انتم شايفينها قدامكم، باهته معتقه مبينه انها حجر، تعطي تراث، بتحكي حضارات يعني حقب زمنيه مرقت فيها. ست وفاء، جايبه شيء تشتغلوا على الهواء؟ هلا يعني ولو شيء بسيط، ولو قطعه واحده، خلينا جايبه انا هلا هاي القطعه انا جهزتها رسم ولزقتها على الخشبه هنيك مشان ما تاخذ معنا وقت. اليوم عم تشكلي كانك مزهريه او شيء. هلا هي زهره التوليد بسموها هي. هات شو؟ هذا لا هون. هلا انا لما قلت لك بندخل الوان، هلا انا ما بدخل الوان تلوين ابدا نهائيا حسب رغبه لوحه الفسيفساء. نعم. اذا اضطرني الامر مثل ما قلت لك بالاسلوب البيزنطي انه ندخل الوان صارخه شو السبب انه ما بدخل الوان؟ ما لها ديمومه وبتقل قيمتها للوحه الفسيفساء بشكل عام. يا اما بدي ادخل هذا اللون يا اما الزجاج. طيب نحن كيف نبلش؟ هلا هي هلا هون هلا الحداثه اللي احنا قلنا عليها اللي عندنا هلا وصلنا عليها مو على المطرقه والسنبوك، عندي قصاصه صغيره بجيب فضلات الخام اللي هي موجوده عندهم بالخام بالحجر، وانا بشرحهم على شكل اقلام حسب المصدر اللي انا فيها. بلكي بنتعلم اليوم نعمل شيء معك. هي الطريقه اسهل بالنسبه لك؟ هلا هي الطريقه اسهل كانه ببلش ينط. انا كنت بس بدي استعرض اللوحه اللي عم تشتغلي عليها شوي، طاوله بعيده عنك هيك بتتقطع على شكل مربعات صغيره. نعم. هلا
طب إذا بدنا نحكي وفاء عن المواد المستخدمة، يعني اليوم هذا الحجر شو المواد اللي بتضيفوا له لحتى تكتمل هاي اللوحة؟ هاي القطاعة هي العنصر الرئيسي بعد ما بقطعهم على الديسك الموجود عندي تحت بالورشة، وبعدين العنصر الرئيسي هو إيديك. جرب عليه؟ إيه متعلم. بس ديري بالك إيديك. هلا هذا هو الحجر، هلا هذا نحن بدنا نضطر ندخل ألوان صناعية. تمام. بنستعمل الريزينك وبندخل الألوان بحيث نحافظ على إذا دامت على وقت إنه ما يروح الألوان اللي فيها. تمام. طيب نحن بحاجة للاصق بعدها كرمال. هلا اللاصق أنت يمكن لهي. بيتم توزيع اللاصق مع القطع كيف؟ طبعا هلا كل قطعة بدك بدك فرشاية بدك شيء. لا لا لا. اليوم وفاء شو اللي أخذك على هاي المهنة؟ يعني اليوم يعني دائما الإناث بيروحوا للحرف التقليدية السورية اللي بتناسب بيقولوا الأنثى إكسسوار الهاند ميد أي شيء ممكن يناسب أنوثهم، ولكن اليوم أنت كسرتي هاي القاعدة، قديش اليوم جريئة وفاء يعني؟ هلا أنا لما اللي رحت على هاي الحرفة أنا سمعاني عنها ودارسة عنها شوي وعندي فكرة عنها وعندي إلمام إني أنا بحب هاي القصص كتير، بحب إني فوت بقصص غير غريبة. يعني غير الستات التانية، إنه بدي أنا ميز حالي بشيء إنه ما له علاقة. كسرتي القاعدة ودخلنا بهذا. فرحت لعند شخص بيشتغل بهاي الحرفة، لما اللي شفتها بصراحة ارتعبت، يعني إنه بدي 100 سنة لحتى أتعلم هذا الحكي. لقيتي في الصعوبة يعني لما بتشوفي لوحات بتقولي مستحيل كيف هاي منفذة يعني. فالصبر أهم شيء عندي. أنا عندي كثير صبر، فقلت أنا خلص أنا جاي لأتعلم هاي الحرفة وحاطتها ببالي. رغم صعوبة هاي الحرفة وفاء والقديش يمكن مرقتي بالصعوبات، يمكن هلا رح تحكي لنا عن الصعوبات اللي مرقتي فيها والتحديات اللي واجهتك، أكيد هي يمكن كثير أشخاص بيستفيدوا من هاي التحديات، تحكي لنا شو اللي خلاكي أو شو اللي ميز هاي الحرفة عندك لحتى تستمري فيها هاي السنوات الطويلة؟ هلا اللي ميزها أهم شيء إنها حرفة تراثية، ونحن الهدف منا إنه الحفاظ عليها وحمايتها من الاندثار. وانا كثير كثير حابه انه هذا جيل يندفع يتعلم هاي الحرف، عرفت شلون؟ فللاسف ما في عندهم، ما عندهم صبر ابدا، بيجيني كذا شخص انه بدي اتعلم، ثاني يوم ما بيجي. بده يكون الشخص هو حابب يعني لازم هذا يكون الشيء. عنده الهام لهذا الحب وشغف لهي الحرفه انه يتعلمها، مثل ما انا رحت. انا لقيت في صعوبه فيها بس انا عندي شغف، عندي اندفاع اتعلم هذا اليوم. ايه هلا هذا الجيل ما عنده عنده يقعد على الموبايل 3 ساعتين وثلاثة وما يقعد 10 دقائق يقطع حبة. خلينا ننفذ اللوحة كرمال الوقت ست وفاء. يعني نعمل ولو شيء نفرجي الناس كيف بيتم آلية عمل اللوحات. اليوم نحن عم نلزق يدوي، يعني انت ماني بحاجة لا ملقط ولا شيء لحتى تقيمي القطعة وتحطي يعني هي بدها. هلا هي الحبة بالنسبة للحبات اللي بدها تستعمل ملقط تمسك معي بالإيد. بس في لوحات بدك تضطر تستعملي الملقط لأنه صغيرة. اليوم قلتي لي بتروحوا انتم اليوم على المصانع بتاخذوا بقايا الحجر وبتشتغلوا عليها بتصنعوا منها اللوحات صح؟ ايه تمام. طبعا بتيجي معنا ملونة. هلا هي عبارة عن إعادة تدوير يعني. لا الحجر كلياته طبيعي. كلياته طبيعي، طبيعي 100%. شوفي بس بترجع بقى للمواد اللي إنهاء اللوحة، في عندك فيك تلمعيها، في عندك فيك تعتقيها، في عندك يعني حسب تقيلة. كمان رغبة الزبون وحسب في ناس بتحبها ملمعة أو لا. والله هي اللمعة أنا بحبها بحسب بس هيك بتعطي تراث يعني هيك تراثي أكتر مني. صحيح. يعني اللمعة هلأ ما عاد مرغوبة عند الناس يعني كتير. كل حدا حسب رغبته. اليوم وفاء يعني قديه بتاخذ معك هي مده اللوحه مثل هي اللي عم بنشوفها تقريبا من بدايه تحضير الفكره للحصول على المواد لحتى المرحله النهائيه؟ هلا معلوماتكم هدول انا كان عندي دوره باليو ان دي بي، كان عندي شيء كذا طالب تقريبا شيء 21 طالب وثلاث ارباع منهم تقريبا خريجين فنون وشيء هندسه وشيء عماره وشيء قصص هيك يعني هذول انتاجه الطلاب. هذول انتاج الطلاب كثير حلو. انا رح الزق لك هاي مشان اكون مشاركه معك بالاعمال. يلا تمام. شو
شو رايك؟ برافو، ماشي الحال؟ حلو. حطي لي لاصق لك احسن. لازم. طيب اليوم عم شفناكي باعمال لوحات جداريه، قد ايه اليوم مهم توثيق هي اللوحات للفنان؟ يعني اليوم بمرق انا بشوف لوحات جداريه بقول هاي شغل الست وفاء، في بصمه خاصه لك فيها. طبعا، لانه هاي اللوحه مثلا راح تروح ديمومه لسنين، مثل ما كنا نكتشف لوحات عمرها الاف السنين. يعني هلا هي الحرفه عمرها 3000 سنه تقريبا، وفيها في لوحات مكتشفه بقبل كمان. طيب اليوم فهي اللوحات لما اللي بحط انا بصمه بعد عمر طويل، بعد انه هيك اذا ما كنت معلمه ناس ببين انه هاي الحرفه، هاي اللوحه شغلتها، هاي الانثى، هاي الانثى الوحيده اللي حطت بصمتها الجميله ضمن هي المهنه اللي بحاجه كثير لصبر وقوه. يعني تمام. بس هلا عم حاول الحمد لله، عندي بنتين عم دربهم كثير حلو. أنا بدي أحكي، حضرتك ذكرتي في دورات تدريبية، في تدريب، كيف عم بيكون الإقبال على هذا الشيء؟ وهل في جهات يمكن اليوم بتدعم هي الدورات التدريبية؟ هلا مثل ما حكينا، هلا كان عندي هلا وقت اللي بتتعهد دائرة ما أن تدرب ناس، في إقبال. هلا عندي بي مثلا اجى لعندي 21 طالب وكلهم طلاب بدهم، عندهم مشاريع وعندهم كذا، كثير عندهم حب لهي الحرفة. شو علمتهم أنا؟ المبادئ الأساسية اللي هي هلا هي مو لوحات يعني فنية مثل ما بيقولوا، مثل هاللي بتشوفوا شفتوهم، ما بعرف كيف شفتيهم. تمام. بس أنا ما هلا مبدئيا أنا علمتهم المبادئ الأساسية، شو هي اللوحة وكيف تتنفذ وكيف تتقطع الحبة. في عندهم هلا أنهم عندهم شغف أنهم يكملوا. هلا هي إلى مراحل، شو ما عطيتيها هي الحرفة بتاخذ يعني. تمام. ما عم يقدروا يكملوا لأنه لما سحبت ايدها هي الجهه ما عاد في، لا انا اللي قدره اني اكمل لهم، لانه كلفتها غاليه وعاليه، وهن ما بيقدروا يجوا على مصروفهم الخاص. طيب اليوم انتم لشو بحاجه دعم ست وفاء لاحياء هي الحرفه وتعليمها للاجيال، كونه مشان يتوارثوها جيل بعد جيل وتبقى يعني موجوده؟ هلا اهم شيء الدعم، انه يكون يحطوا ماده او يحطوا مدارس تعلم هاي الحرف التراثيه. هلا في كذا حرفه تراثيه المفروض انه تضل عايشه، خاصه انه هلا في عندنا الصدف، الحفر، النقش، الموزايك، العجمي، يعني كل هدول القصص المفروض انه نعمل منهج لهذا الجيل، نفرضه عليه فرض. انه يعني احيانا بيجيك شخص بيقول لك شو هاي فسيفساء، يعني لدرجه انه يسمع عنها سمع ما بيعرف عنها. فهذا الحكي انه لازم يكون في جهات رسميه انه تضم هاي تحط منهج لهدول الناس. صحيح. وتعلمهم هاي الحرف على القليله، هون بيعرف فكره انه انا بحب اتعلم هاي الحرفه، قريت عنها وعرفت، والثاني مثلا الثالث هيك يعني بصير في هيك شيء. وثاني التسويق، اهم شيء التسويق، بدنا نحكي عن التسويق، كيف تشوفي التسويق وكيف تسوقي اليوم لشغلك عن طريق السوشيال ميديا؟ هلا احيانا على طريق السوشيال ميديا، واحيانا عن طريق معارفي واسمي. هلا انا احيانا اسمي بيفيدني كثير بالشغل. اللي بيكون شاغل عندي مثلا بيجي بيقول له بدي انا مثلا اشتغل لوحه او كذا وهيك، بيقول له فلاني الفلانيه، بيعطيه رقمي بيتواصل معي. اغلب شغلي انا لزبائني اكثر شيء، بيجيني فرص صغيره من السوشيال ميديا. ويمكن المعارض اليوم هي نافذه لكم كرمال تستعرضوا هذا الفن الجميل، صحيح؟ اكيد. ست وفاء، نحن بنتمنى لك كل النجاح بهي المهنه الجميله، وبنتمنى اليوم صوتك يوصل للجهات المعنيه لدعم هي الحرفه كرمال تضل مستمره. شكرا لك، وتحياتنا لحضرتكم ببيت بيت الشرق للتراث اليوم. شكرا لكل الموجودين بهذا البيت اللي ضم جميع الحرف التراثيه بفتره الحرب، وقت اللي صار انه الورشات تدمرت، اليوم هذا البيت جمع كل الايادي السوريه لتبقى الحرفه السوريه عايشه. شكرا لك ست وفاء. شكرا. اكيد شكرا لك، بنتمنى لك التوفيق والنجاح لك ولكل الاشخاص اللي حابين فعلا يتدربوا ويحافظوا على هي الحرف. شكرا لك. شكرا لكم، صباح الخير. اهلا وسهلا.